مع فرح على إيفام أحلى راديو. رجعناكم في كلام في الليل، الناس اللي تابعوا فينا الكل في هذا الموعد كلام في الليل اللي مازال متواصل معكم حتى ال 11 نتاع الليل. الساعة الثانية تقريبا نبدأ في استقبال اتصالاتكم الهاتفية، نحكيوا على الإدمان عن الكحول. 31 380 1058 550 706، كانك انت اللي قاعد تابع فينا مدمن على الكحول وغير قادر انك تخرج عن الإدمان هذية وماكش عارف فن ثنية تمشي، اكيد قادر انك تكلمنا. كيف الناس اللي يمكن احد أطراف عائلتها قاعدة تشاهد أنه هو ماشي في الإدمان لكن ما هيش عارفة كيفاش تتصرف علاش ليه. إذا أنت كنت عندك العزيمة والإرادة أنك تخرج من الإدمان بعد فترة طويلة وتحب تحكي على التجربة متاعك وقد تفيد الناس اللي تابع فينا، كيف مرحبا بيك. زادة إذا أنت في حالة إدمان وماكش عارف كيفاش تخرج وما زلت قاعد متواصل وكل مرة قاعد تحب توصل إلى نشوة معينة وتحب تحكي على الإشكالية هذية، كيف زوز أرقام مجموعة لذمتكم 31 380 1058 550 706. أكيد سهاب برام في استقبال اتصالاتكم الهاتفية الناس اللي تابع فينا، وناديا العريفي أخصائية في علم النفس العصبي والسريري حاضرة معنا في الاستوديو حتى تجاوب على كل التساؤلات متاعكم للناس اللي تابع فينا كل. خلينا نحكيه شوية على العلاج، هل هو بالضرورة فيما يخص الإدمان هو علاج كيميائي بالأساس عن طريق الأدوية؟ حكينا بكري زادة على كيفاش أنه قادرين نقصوا بشوية بالنسبة للأشخاص اللي ما وصلوش لمرحلة الإدمان، لكن الناس اللي وصلت مرحلة الإدمان ووقت اللي نشوفوا أعراض معينة كما الفشلة، نحكيه على الارتعاش، نحكيه على التغير المزاج والسلوك متاعه تجاه الآخر، العزلة في بعض الأحيان، التوتر في بعض الأحيان، زادة العنف اللي يكون صادر منه. هذه أعراض حكيناها للناس اللي وصلت إلى درجة إدمان كبيرة. الناس هذوما لابد انهم ياخذوا دواء معين او يتجهوا الى اخصائيين معينين او قادرين انهم ينحيوا الادمان هذيه بطريقه فرديه. هو المنصوح به بطبيعه يلزم يكون فما معناتها ان اكومبانيومون من ان بروفيسيونيل. اولا بطبيعه يلزم قبل ما نحكيوا على اي تريتمون يلزم الشخص المعني يكون يتابع فيه حتى طبيب عام معناتها باش pour tout ce qui est bilan معناتها خاطر الطبيب هو الوحيد القادر يقرا النتائج البيلان هذاك، وعلى الاساس يتم تحديد طريقه العلاج اللي باش يتبعها معناتها الشخص المعني بالامر. بالنسبه احنا قبيليك حكينا على المشكله، دونك باش نحكيو على مشكله اسم ان اكومبانيومون باغ ان بسي، على خاطر البسي هو اللي باش يحاول معناتها يتابع المريض لو كان نجم نسميه هكايا في فك الباركور متاع العلاج من الإدمان. دونك غيالما طريقة العلاج مربوطة أولا بالدوغري متاع الإدمان، معناتها احنا فينا ستاد بلوتو متاع إدمان نحكيو على الأساس هذاك يتم التحديد، لكن ديما المنصوح به كون يكون فما أن بروفيسيونيل هو اللي يتابع في الأفونسمون، خاطر ديما ما نعرفوش البدن كيفاه باش يرد الفعل. على حسب الحالة وعلى حسب نسبة الإدمان اللي وصل لها قادرين انه اذا في حاله مبكره قادرين علاج سريري فقط قادر انه يحل الاشكاليه اذا بجينا من الاول. من خلال الحديث معناتها تنجم تكون فما هذا اللي باش نحكيو عليه، معناتها فما بلوزيور تيب معناتها دو بسيكوثيرابي اللي تخلي الشخص هذاك ينجم يتجاوز الادمان. لهنا نحكيو في بدايه الادمان، معناتها الشخص واعي وفاهم اللي هو ما عادش ينجم يستغنى على المادة الكحولية ولا الحاجة اللي كونسومي فيها معناتها. دونك وقتها نوليو نحكيو على اللي نجم يكون لو تريتمون معناتها بسيكوثيرابي يكون سوفيزون. في حالات اللي هو بيدو فيها نوع، في حالات اكثر اكيد باش نتجهوا للادويه ولا تولي كومبينيزون بين الزوز، معناتها يولي علاج معناتها طبي معناتها ادويه وطبيعه البسيكوثيرابي ديما تكون موجوده. باش نبداو في استقبال تليفوناتكم على 31 380 1058 550 706. ناخذوا سي بشير معنا على التليفون. سي بشير مرحبا بك. الو مرحبا بك، عشان فرح. شنو احوالك يا سيدي؟ تنقصنا شويه في الراديو اللي بهذاك باش نسمعوك. اكيد اي ماذا بيه يسكروا هو الراديو اللي هو بهذاك. سكرت. تفضل سي بشير. والله يا راهو مدمن الادمان في ياسر على الكل. اي.
عندي 30 سنة توا كل يوم يوميا أفكر حتى في الشيء الغدوة كيف نلقاك توا. تقول لي عندك 30 سنة، نوعية الكحول اللي تاخذها لأنه يفرق، فما الكول فوق، فما النبيذ، فما الجعة تقريبا. لا الكول جعة جعة، عندي مقدار مخصص كل يوم يوميا 10 كعبات. 10 كعبات معناتها 10 كعبات ما نسكرش راهي ما ندخلش بعضي. اي ما نعمل حتى شيء، كان ناخذ الدوزة بتاعي هذيك ب 10 كعبات كهو يعني. باهي. إذا كان ما ناخذهمش لا نرقد لا في الليل، لا نجم نمشي، لا نجم نتكلم، لا نجم نعمل حتى شيء. حتى في شهر رمضان مشيت للطبيب عوضهم لي بحبش، ركز حبش مخدرات. 10 كعبات لمده 30 سنه فقط، هل في فتره ما نتصور في البدايات نتاعك كانت ال 10 كعبات تعمل لك افي هكا نوعا ما، تعبك شويه والا توصلك لنشوه معينه، لكن بطول المده نتصور هكا الافي هذاك يمشي وينقص سي بشير والا لا؟ يمشي ينقص حتى الواحد شيء يعني، كي نشربهم ما ناخذ الدوز بتاعي ما نعمل حتى شيء، ما يتبدل فيها حتى شيء، فهمتي؟ معناتها اللي بعيد عليا ما يعرفنيش اللي شارب كان يضرب لي شم الريحه كهو. ما عنديش تلويض ولا مشاكل ولا كذا على خاطر نجم نشرب. لكن مقلقتك نوعا ما الادمان. مقلقتني ياسر خاطر ما نجمش نبطلها، مقلقتني ياسر. انا اليوم معناتها بنفكر كغدو الصباح، غدو الصباح ونفكر حتى في شيء كيف ياكل 10 كعبات بالجاع يعني. اي خاطر فما حاجتين مهمين، اول حاجه يمكن الادمان، باش نرجع نحكي وقتاش بديت وكيفاش بديت وشنو السبب اللي يخليك تبدا في الادمان هذايا. خلينا نكون واضحين، لانه كان كل يوم تاخذ 10 كعبات نتصور من الناحيه الجسمانيه قد تعرضت لبعض الصعوبات الجسمانيه هذه في نقطه. تعرضت الصعوبات تاع النظية معناتها الحياتية، معناتها نقص فلوس، نقص برشا حاجات تعرضت لها شيء هذا. لا من الناحية الجسمانية الكبدة لاباس، ما عندكش مشاكل صحية؟ لا 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 باه، ما عندكش فشلة في بعض الأحيان تقوم يمكن هكا نفسيتك تاعبة شوية؟ لا ايه بقوم الصباح نفسيتي تعبه خاطر قبل ما نشرب تبدا نفسيتي تعبه خلاص تبدا ما فيها ما يتصل. اما اذا انفوا معناتها مع 9 و10 نتاع الصباح شربت نرجع كي العاده عادي. ما تشرب حتى الصباح سي بشير؟ اي حتى الصباح الصباح يعني. معناتها مش بالليل فقط، حتى الصباح في بعض الاحيان. و10 كعبات تاخذهم ورا بعضهم ولا طوال النهار؟ لا ورا بعضهم. ورا بعضهم. وبعد تبدا تنطلق في حياتك اليوميه من ناحيه من ناحيه الماديه نتصور تكلف لك برشا كان كل يوم 10 كعبات، نتصور ما عندك ميزانيه مهمه للكحول. عندي ميزانيه مهمه، عندي 700 الف كل شهر ميزانيه تاع الكل. انت متزوج سي بشير؟ متزوج وعندي صغار. عندك صغيرات، متقلقين من الوضعيه هذيا؟ تقلقوا قبل استانسوا. صغارك في سن مراهقة، كبار في العمر؟ لا لا كبار كبار رجال 35 و 36 كبار رجال. هما عندهم يعني يوم الادمان زاده كيفك لا 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 حتى واحد حتى واحد فيك حتى واحد. باهي انت باش نرجع بك ال 30 سنه التالي، شنو اللي خلاك تلتجئ للكحول؟ نجم تقول لي خلطه، عندي جماعه اصحابي كل ليله يشربوا او ياخذوا الكحول وانا مشيت في الثنيه هذيك، والا صارت لك مشاكل؟ لا لا بالضبط الخلطه هي اللي عوضتني على الشيء هذا. ما عندكش مشاكل؟ ما عندكش مشاكل؟ لا لا. نفسيه، مشاكل عائليه، مشاكل لا لا ماديه؟ لا لا مشاكل مادية وعرضوني مشاكل مادية، لكن الخلطة هي اللي أثرت فيها. كنت في الأول مرة باش نعمل نشرب نهارتها غدوة، لا معناتها وليت اليوم وغدوة بعد غدوة بعد غدوتين كل يوم يوميا حتى وليت 30 سنة. حتى نهار الشمعة اللي ما يبيعوش نستعمل حرابش اللي عطاهم لي فريد، عطاني بركيزر حرابش مخدرات. باهي، والحرابش هذوما في بعض الاحيان كي ما عندكش امكانيات ماديه باش تاخذ الجعه هذه تاخذ الحرابش في بلاصتهم؟ ناخذ الحرابش في بلاصتهم، يعاونوا لي.
عندك اسئله ناديه؟ فقط الدواء هذا عطاه لك الطبيب على طريق اون اوردونونس معناتها. اي بطبيعه الحال على الاوردونونس يعطيني فيه الحاكم، انا كل 15 يوم ناخذ بيد الحاكم في الدواء هذا. ناديه عسلامة سي بشير. على عسلامة بشير حضرتك بس. عايشك. جوست سؤال لو تسمح، انت حسب اللي انا فهمته معناتها فاهم اللي احنا نحكيو على اللي انت معناتها بلوتو تعاني من مشكله نتاع ادمان 30 سنه هذوما، ما حاولتش تشوف علاج؟ تحاول معناتها تشوف شكون يعاونك باش تخلص من المشكله هذه معناتها؟ مشيت للبسيكاتر عطاني دواء. اي دواء هذاك نشربه في الليل، انا الصباح نشرب في الجاعه وفي الليل نشرب الحربش. أنت ما بطليش الكول، ما بطلهوليش خلاص. ما سألكش مجموعة من الأسئلة، ما قالكش علاش أنت وصلت إلى حالة الإدمان هذه؟ استني استني، السؤالات هذوما سألوا لي. وشنو جاوبت؟ جاوبت نفس الجواب. نفس الجواب. أنت اليوم هل أنت عندك الإرادة سي بشير أنك توقف وإلا لا؟ لا. لا. علاش؟ تعرفي فما حاجة أخرى باش نقولها لك. أي. يعني نصلي الصلوات الكل. اي. نصلي بس الصلوات الكل ونصلي حتى قيام الليل. لكن الكل ما نجمش بعض عليها. ما نجمش بعض عليها ويا ريت نبعد عليها. من العار اللي ما نشربش فيه. وانت تواتيك انه لانه تقول لي في بعض الاحيان الصباح، كيفاش تعمل كي انت تشرب الصباح ومن بعد تقيم الصلاه نتاعك؟ تقيم الصلاه وانت شارب معناتها في بعض الاحيان؟ في بعض الاحيان. تتظاهر صلاة العصر. مال علاش سألتك؟ قلت لك سي بشير أنت عندك الإرادة باش توقف، قلت لي لا ما عنديش الإرادة باش توقف، وتوا وقت لي أنت تحكي غزات لي قلت لي نتمنى أني نبعد عليه. لا نتمنى أني نبعد عليه، لكن ما نجمش. ما نجمش. نتمنى أني نبعد عليه، نتمنى أني نبعد عليه. تفضل. أي. سي بشير أنت حاولت تبعد وإلا أنت معناتها مقتنع بفكرة كونه ما تنجمش؟ لو تسمح. صدقيني حاولت حاولت. وحدك معناتها ولا بإعانة أخصائيين؟ لا لا وحدي، حاولت وحدي. جوست معناتها جوست سؤال، أنت قلت اللي الأخصائي اللي مشيت له هو اللي عطاك معناتها الحرابش، معناتها اسكو أنت اللي قلت له ماذا بيا في الحل هذايا أون كاو مثلا ما عنديش فلوس ولا ما عنديش إمكانيات، وإلا هو اللي اقترح معناتها عليه ما اقترحش عليك؟ لا هو اقترح علي. هو اللي اقترح عليا قال لي هذوما ربما يعوضوا لك الكل ربما، لكن شيء ما عوضوليش. يظهر لي سي بشير ما دقيتش على الباب اللي لازمك تدق عليها، لانه للاسف وقت اللي تقول لي طبيب عطاك حرابش باش تعوض ادمان معين وكانه باش تستمر في الادمان هذاك، لكن انت عندك الاراده وعندك لا فولونتي انك توقف، علاش ما مشيتش لاخصائي اخر؟ انه يمكن حتى لا دوموند لا فورمولاسيون دو لا دوموند معناتها انك انت كيفاش طلبت من عند الدكتور، طلبت من عند الدكتور في خاطر قلت لي مشيت رمضان، مشيت في رمضان قلت له انا راني في العاده نشرب اما في رمضان غير قادر اني نشرب، اعطيني حاجه تعوض لي، هذا هو. بالضبط. ما مشيتلوش قلت له انا نحب نبطل. لا قلت له حب بطله، اعطاني حرابش قال لي هذوما ربما يعوضوه لك، ربما قال لي تجي تبطله، خاطر حللوا لي حتى الدم والدم يتخلص الكول، الدم شفت انسان معناتها نهار نهار يوميا حتى نهار الجمعه اللي ما يبيعوش ناخذ نهار خميس. صدقيني ماذا بيا طلب عند ربي حاجه واحده برك باش نبطل، لكن ما نجمتش نعرف. ناجي هو فما حاجه لازمنا نفهموها معناتها كونه اخصائيين، فما اخصائيين في علاج الادمان. اي راهو مش كل شخص معناتها عنده معناتها متكون معناتها كوسوسوا دي بسيكولوج ولا دي بسيكياتر. اي فما اخصائيين في علاج الادمان على خاطرهم سو سون دي بسيكوثيرابي ابار. أي. معناتها ما يتقراش في لي فورماسيون كو سوا اللي تلقاوها لي بسيكولوج والا اللي تلقاوها لي بسيكياتر، سي اون فورماسيون ابار معناتها اختصاص وحده. اي معناتها قلت لي باش نحكيو على علاج الادمان يلزمنا نمشيو للاخصائيين هذوما. سي فغي هما مش موجودين برشا معناتها في تونس، لكن نحاولوا باز معناتها نتصور في كل ولايه اوموا موجود شخص. لكن زيدا ما يلزمناش نلومو، راهو معناتها سامحني كان نجم نسميوه ان باسيون مش معناتها ميل معناتها باللونجاج ميديكال، راهو الباسيون مش هو مهمته اللي يطلب.
معناتها. لا لانه معناتها عاده الدكتور يقول لك سي اون فولونتي، معناتها هو أي. غير قادر ولا ما يحبش ينحي، لكن يحب حاجه تعوض، لكن المفروض ممنوع عليه انه يبريسكري دويات هكاك غيان كو باش يخلي الحريف او الباسيون ولا المريض نتاعو يعاود يرجع مره اخرى باش يواصل هيك يواصل في البروسيسوس تاع الادمان هذا. فوالا، لا انا مش نقصد هكا، معناتها هو كي دوموند، اما زاده معناتها انا جاني شخص وحسيت الادمان، خاطر هذه حاله ادمان واضحه، معناتها متسحق زوز يتناقشوا فيها، معناتها نحكيو على 30 سنه. انا كي جاني شخص نورمالمون اول حاجه اول سؤال باش نساله تحب تبطل؟ اما انا كي باش نعطيه لهنا ولينا نحكيو، كنا نحكيو على كومبوزونت واحده في البدن اللي هي الكول، باش نوليو نحكيو على حاجتين. باهي انا باش نعطيك فرضيه، أي. هو سي باشي ما عندوش فلوس باش يشري الكول مثلا على دا دوجوردي، و او ميم طون الدواء ماهوش موجود في لي فارماسي. في الحاله هذه شنو باش نعملوا؟ معناتها في الحاله هذه شنو باش نعملوا؟ ترى سي بشير عزه ما عادش معلق. سي بشير في الحاله هذه هو يقول لك انا كي نبطل نهار تقريبا نفسيتي تتعب ونولي دو موفيز هومور، معناتها ونولي غير قادر اني نجيبها نهاري. هو يبدا في نهاره بالكحول. اي هو صحيح، هو احنا لهنا نحكيو على الادمان، احنا هذا اللي قلناه، لكن يلزم تكون عنده الشخص الاراده، هو بطبيعه كل شيء من الاول صحيح. هو عنده الاراده لكن يمكن كما قلت انا ما دقش على الباب الصحيح. يلزمنا دونك باش للاشخاص العبيد الكل اللي تخمم في العلاج، راهو فما اخصائيين في العلاج، في علاج الادمان مهم، مش اي شخص اخر، راهو معناتها يلزم يكون مكتوب على البلاك اخصائيين في علاج الادمان، معناتها راهو مش لي تريتمون بسيكياتريك هما الحل لعلاج الادمان، خاطر لهنا باش نوليو نحكيو على ادمان اخر معناتها. وباش يزيد في التيني بلة، لانه نحكيو على سيتياسيون، معناتها تخيل انت في سيتياسيون هذايا شنو يعمل معناتها؟ مفروض انه سي بشير ينحي الادويه هذايا ويمشي الاخصائي ينحي الدواء هذاك ويمشي الاخصائي هو باش يكون حتى الدواء هذاك ما ينحيش وحده، خاطر احنا توا ما نعرفوش الفريكونس وقد ايه قاعد ياخذ فيه، هو لهنا حكي على الامكانيات الماديه، دونك احنا ما نعرفوش اسكو ياخذوا في رمضان باكا. قال لك كل 15 يوم يمشي ياخذ بلاك نتاع دواء. ايه دونك في الحاله هذيا ما ينجمش يعمل هو السيفغاج وحده، يلزمو يمشي للاخصائي هو باش يعاونو ويقول لو بون بروسيس دو سيفغاج اللي يلزمو يعملو معناتها. مهم برشا. اكيد سي بشير معانا في الاستماع، اكيد اسمع النصيحه نتاع ناديه العريفي اخصائيه في علم النفس العصبي والسريري. مازلنا باش نتواصلوا معاكم على 31 380 1058 550 506 باش تحكيو على تجارب نتاعكم، نحكيو على الادمان على الكحول، ناخذوا